وايه يا اختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني؟ ارحميني، مرارتي خلاص واتشالت، هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ حلت الفنانة علا غانم ضيفة على برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي بعد غياب لمدة سنوات طويلة. وتحدثت علا غانم من خلال البرنامج أن المفاجأة بمجرد نزولي إلى أرض المطار كانت كل الناس بتقولي وحشينا، أنت رجعتي الحمد لله على السلامة، حسيت بالحب وشعرت بالفعل بوحشة الناس، وأي حد ممكن يبقى مبسوط أن كل الناس بتحبه كده. وحول ردود الأفعال على الفيديو الذي تم نشره مؤخرا فور وصولها لمصر وهي تصفف شعرها، كشفت الفنانة علا غانم أنها لم تكن تعلم أن الفيديو سيتم نشره سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة الكوافير قال لي هاخد الفيديو ده وابقى نزله بعدين، ووافقت وما كنتش أعرف أن قبل مغادرتي للكوافير سأجد الفيديو تم نشره، ووجدت ردود أفعال غير عادية. واستكملت علا حادثها، الناس كلمتني زملاء ومنتجين وكل زملاء الوسط الفني والمهنة، وما كنتش عارفة إحساسي إيه، هل مبسوطة ولا خايفة ولا مترددة. ولما دخلت الاستوديو تذكرت ذكريات جميلة، حلاوة الاستوديو وجماله وقسوة تنفيذ الأعمال وكل حاجة. وحول سر غيابها كشفت الفنانة علا غانم قائلة أنا غبت لمدة 4 سنوات، اكتشفت انهم كانوا كتير محسيتش بيهم وانا في امريكا، لان الشغل كان هناك ضغط كبير، ببقى محتاجة اليوم كله يبقى 40 ساعة مش 24 ساعة بس. وكشفت انها قامت بافتتاح شركة في الولايات المتحدة الامريكية وفندق للكلاب، قائلة عملت شركة وفتحت اوتيل للكلاب بنصبغ شعر الكلاب ونحلق لهم شعرهم، وحققت الشركة نجاح كبير في المجال لاني قدمت خدمة بشكل مختلف، وعمل قلق للبراندات الكبيرة اللي عندهم 30 أو 40 فرع رغم أني عندي فرعين فقط. يذكر أن الفنانة علا غانم كان آخر ظهور فني لها عام 2017 من خلال مسلسل ظل الرئيس الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.